يقول لي أخوين توفي في حادث سيارة، أحدهما له أولاد وقرر المرور أن الحادث المتسبب فيه سائق السيارة الذين هم معه راكبون فيكون عليه الدية، ولكن من نظري في حالهم وجدتهم فقراء مساكين، فهل يحق لي التنازل عن الدية بصفة الوكيل الشرعي عن الأيتام؟ لا، لا يحق لك التنازل عن الدية، لأن الدية حق لهم، وولي اليتيم لا يتنازل عن شيء من حقوقه، وإنما يحفظها له حتى يبلغ أشده راشدا فيدفع إليه ماله، فلا يحق لك التنازل عن الدية، لأنها حق للأيتام، حق للقصار. أما لو كانوا كبارا بالغين فإن هذا يرجع لهم هم، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية، أما القصار فوليهم يأخذ الدية لهم ويحفظها مع ميراثهم إلى أن يكبروا.